وللتعليق على بيان الهيئة، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى الطائي. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، موقف الهيئة واضح في دعم المقاومة، ظهر بجلاء في بيانكم. ما الطرق المقررة من قبلكم لدعم القضية الفلسطينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، يعني كما تعلم يعني قضية فلسطين هي قضية الأمة، نعم، وهي ليست قضية تخص الشعب الفلسطيني، وعملية جعلها محصورة بالجانب الفلسطيني عملية قتل للقضية ذاتها. قضية فلسطين قضية أمة، قضية مقدسات. فبالتالي هذا وقوفنا مع القضية الفلسطينية هو موقف مبدئي نابع من عمق هذه القضية، في وأيضا مما ينطلي عليه الواجب الوطني والإنساني والإسلامي تجاه هذه المدينة. نحن مع مشروع المقاومة، والكل يعلم مشروع المقاومة هو المشروع الوحيد لإنقاذ هذه الأرض من الاحتلال الصهيوني الغاشم. نرى عملية السلام مرت عليها عقود من الزمن، وماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن الكيان الصهيوني هذا يقضم الأراضي الفلسطينية شيئا فشيئا. وبالمناسبة عملية الضعف والوهن بالنظام السياسي العربي والإقليمي والإسلامي هو الذي جعل الكيان الصهيوني يتمادى في استغلال هذا الوضع القائم، وبالتالي ينكل بالشعب الفلسطيني يوميا ويسرق أراضيهم ويغتصب أراضيهم ويحاول. وما الهجم على غزة هذه الأيام إلا هي عملية استقراء للوضع الموجود هناك. مع شديد الأسف، كثير من الأنظمة تحاول التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبدأت كأنها تريد أن تقيم جسورا جديدة للعلاقة مع الكيان الصهيوني الذي يغتصب الأرض ويغتصب المقدسات. طيب، هل تعتقدون أن محاولة تصعيد الأمر من قبل الكيان الصهيوني المحتل ومحاولته الدخول إلى قطاع غزة في الأيام الماضية هي المرحلة الثانية مما يسمى بصفقة القرن؟ بالتأكيد أخي الكريم، صفقة القرن يراد لها، يجب أن تمرر ويجب أن تحسم خلال رئاسة ترامب حتى يحسب هذا الإنجاز له. فبالتالي عملية جزء من الضغط على الشعب الفلسطيني، ولذلك الهجوم على غزة. لكن أنا أقول لك شيئا، أن الشعب الفلسطيني، الشعب الذي ضحى من أكثر من 67 عاما وهو قادر على التضحية وقادر على العطاء، ولن يفرط بأي شبر من أرضه. إذا كان الآخرون قد تناسوا هذا، فإن الشعب الفلسطيني القضية تعيش في وجدانه وتعيش في دمه، وسيبقى صامدا وسيقاتل، ولن يترك شبرا من أرضه تحت ظل الاحتلال الصهيوني. طيب، بما تفسرون استهداف الاحتلال الصهيوني قناة الأقصى يوم أمس؟ أخي، هذا الشأن كل العدوان، يعني العدوان الأمريكي على العراق، العدوان الصهيوني، دائما يستهدفون الأصوات التي تحاول أن توقظ هذه الأمة، الأصوات التي تدافع عن الحق، الأصوات التي تفضح الجرائم، الأصوات التي تنطق بالحق وتوصل الصورة والحقيقة كما هي، وليس كما يزيفها الإعلام الغربي والإعلام الآخر. فإسكات أصوات الحق دائما هذا سبيل الطغاة، سبيل الظالمين، سبيل المحتلين، سبيل المجرمين. كيف ترى، يعني أنتم وصفتم الأنظمة العربية بأنها ضعيفة، لكن تعاطي هذه الأنظمة مع القضية يوصف بأنه باهت، كيف ترونه أنتم، وخصوصا أن هنالك من المفترض جامعة الدول العربية؟ أخي الكريم، الكل يعلم مع شديد الأسف، يعني الجامعة العربية فقط دورها من أكثر من 20 عاما عندما سمحت لنفسها بأن يعني تدار بطريقة يعني تحت مظلة الأمريكية، ليس لها دور فاعل. ماذا فعلت الجامعة العربية للعراق؟ ماذا فعلت الجامعة العربية إلى ليبيا؟ ماذا فعلت الجامعة العربية لليمن؟ ماذا فعلت في كل قضايا الأمة؟ مع شديد الأسف أصبحت مجرد مؤسسة تدار من قبل الأنظمة وتسوق للمشاريع التي تريدها الدول الكبرى. ما رؤيتكم للخروج من الأزمة التي تعيشها غزة والقضية الفلسطينية الآن، لا سيما بعد إعلان الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال؟ أولا، عملية
غزة يجب أن يعني يلتف الشعب الفلسطيني جميعا حول قضيتهم وترك الخلافات الداخلية جانبا، والكل يجب أن يوحدوا رؤيتهم حول الهدف الحقيقي أولا، ثانيا الصمود والصبر على هذا سبيل الخروج من هذه المحنة. الكيان الصهيوني لن يستطيع أن يستمر هكذا، فبالتالي الثبات الثبات الثبات. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى الطائي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.